مشاهدي قناه المناره في كل مكان، اهلا بكم مع حلقه جديده ومعلومات وغرائب علميه جديده من غرائب وعجائب العلوم وبرنامج سابق او لا تفرق. مشاهدينا الكرام، النبات يشعر باي مؤثر خارجي، ولكن صدق او لا تصدق ان النبات يختل، واقرب مثال على ذلك هو نبات الست المستحيه، فما هو تفسير العلمي لهذا الخجل؟ هذا ما سوف نعرفه من خلال هذه الفكره، وصدق او لا تصدق. ايوه، اصدق ان النباتات ممكن تخجل، والدليل على هذا نبات الست المستحيه، حتى جاي من اسمه نبات الست المستحيه ان هو النبات بيخجل فعلا اول ما بنلمسه. بنلاقي ان الاوراق بتتخل بعد ما كانت الاوراق مفتوحه زي ما احنا شايفين في الصوره دلوقتي، الاوراق تبتدي تتخل على نفسها، ده دليل على ان النبات اتفتح واخل اوراقه على نفسه. لو جينا فسرنا الطريقه دي بتحصل ازاي او ايه اللي بيتحكم في الطريقه دي، لقينا ان عند كل قاعدة كل ورقه اللي هي من الاوراق اللي بيحصل لها اخل وفتح بعد ما بيزال تاثير المؤثر الخارجي اللي هو اللمس، بيكون في خلايا اسمها خلايا الحركه او موتور سيلز. الخلايا دي بيتحكم في انها تمتلئ او تفضى من الميه اللي بتسبب الحركه دي. فاحنا قلنا ان الخليه لو هي ممتلئه فالورقه الموجوده عند قاعدتها الخليه دي هتبقى مفروده ومفتوحه. لو النبات اول ما بيتعرض النبات للمس فان الخلايا الحركه خلايا الحركه دي او الخلايا الحركيه او الموتور سيل بتفقد كميه كبيره جدا من الميه بسرعه بتختلف على حسب قوة لمس المؤثر الخارجي دوت النبات، وأول ما المية تخرج من الخلايا اللي هي خلايا الحركة ديت بتبتدي تقفل الورقة على نفسها، وبعد ما بيزيل تأثير المؤثر الخارجي ده بعد ما تأثيره بيروح من على النبات بتبتدي خلايا الحركة تكتسب المية مرة ثانية ويرجع النبات لوضعه الطبيعي يخرج أوراقه علشان يستقبل أكبر قدر ممكن من أشعة الشمس. مشاهدينا الكرام، انتهت حلقة اليوم، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء مع حلقة جديدة ومعلومات وغرائب علمية جديدة من غرائب وعجائب العلوم وبرنامج سابق أو لا تفرق.